رابط عبد الصمد الكاتب الاقليمي للجامعه الوطنيه للصحه بالاتحاد المغربي للشغل. كنخرجوا اليوم في العيد الاممي ديال فاتح مي، ونحن كل حسره على الطريقه اللي كتستعملها الحكومه في عدم الالتزام بتنفيذ المخرجات ديال الحوار الاجتماعي القطاعي اللي كان جرت معها النقابه ديالنا ديال الاتحاد المغربي للشغل، وسنينا معها جوج ديال المحاضر، المحضر ديال الاتفاق ديال 29/12/2023 اللي كانوا فيه مجموعه ديال المكتسبات الاطر الصحيه وعموم الشغيله الصحيه، ومن موراها مجموعه ديال الحوارات اللي توجناه بمحضر اجتماع ديال 26 يناير ديال 2024، ولكن للاسف الحكومه ومعها الوزاره الوصيه لم تلتزم بالمخرجات ديال هاد الاتفاقات بجوج، ولهذا نحن ندين ونستنكر هاد الاساليب المبتذله اللي كتنهجها الحكومه، ولهذا نطالب الحكومه والوزاره الوصيه بتنفيذ هاد الاتفاقات هادو، وبالاساس الحفاظ على صفه الموظف العمومي ومركزيه الاجور، لان هذا يشكل ضربه قويه للطبقه العامله وعموما الشغيله الصحيه خصوصا، لان لا يعقل كيف يمكن ان الحكومه حنايا كموظفين صدرت واحد جوج ديال القوانين، القانون 08/22 والقانون 09/22 اللي كتخرجنا منهم بالوظيفه العموميه وكترجعنا مستخدمين. ندين هاد الاساليب هذه، ونتمنى ان الحكومه ترجع الى الصواب ديالها وتنفذ الاتفاقات اللي قلت عليهم ديال 29/12/23 وديال 26 يناير 2024. ومن اهم المخرجات اللي كان اتفقت عليها الجامعه الوطنيه للصحه الاتحاد المغربي للشغل في محضر ديال 26 يناير 2024، هو زياده ديال تعويض عن الاخطار المهنيه ديال 1500 بالنسبه للممرضين وتقنيي الصحه و1200 درهم بالنسبه للاداريين. هذا المحضر هذا لم يتم تنفيذه، وكان بهذا المحضر كانوا نقاط خلافيه كنا راسلنا رئيس الحكومه من اجل التحكيم فيهم. وهذه النقاط الخلافيه من اهمهم هو سنوات الاعتباريه للممرضين وتقنيين الصحه، هناك ترقيه الاستثنائيه لاخواتنا واخواننا شيوخ التمريض الممرضين الاعداديين، هناك زياده ديال درجه لعموم الموظفين ديال قطاع الصحه للاسف، ومجموعه من المطالب الاخرى. للاسف رئاسه الحكومه لم تلتزم بهذا الامر هذا. الان هناك زياده ديال 1000 درهم اللي صدرت عن اللي تسنات في الاتفاق المركزي، ما كتشملش جميع الموظفين ديال قطاع الصحه للاسف، كتشمل جزء منهم والجزء الاخر لا تشمله. احنا كنا نطالب بالزياده العامه في الاجور لعموم مهني الصحه. نتمنى ان الحكومه ترجع الى الصواب ديالها وتنفذ الاتفاق ديال 26 يناير 2024. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.